وقدر مكانه وعايش زمانه. مالك انت يا ابو الخير؟ ايش دخلك بمر الغير؟ ايش دخلك؟ ايش دخلك بمر الغير؟ ايش دخلك؟ وين الغلط ها؟ وايش الغلط؟ هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير. ما احب ابد شوف الغلط، واللي يغلط انا لازم اوقف عن الغلط. نعم ما احتمل انا الخطأ، وهذه رفيقة العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح يا اما هذا العصا. ما احتمل انا الخطأ، وهذه رفيقة العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح يا اما هذا العصا. ما الباب وابو الخير مالهم مال الغير، مالباب وابو الخير مالهم مال الغير. شوفوا افعالهم اليوم، شوفوا شوفوا شوفوا، وعايشوا هذا اليوم، عايشوا نعم عايشوا. شوفوا افعالهم اليوم، شوفوا وعايشوا هذا اليوم. شوفوا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي صاحب المصنع هذا هين؟ من هنا. هنا؟ مو اسمي شديمة، اسمي رحمة. رحمة؟ ايه. الله رحمة. كثر الشغل عاد. كيف يعني ماشي شغل ماشي؟ اذا جايين تدوروا وظايف الله يعطيكم، ماشي وظايف في هذا المصنع. رواتبنا ضعيفه. لو رواتب ضعيفه مثل ما تقول كان ما اشتغلت ونمت. شوف لي شغله وانا مستعد اشتغلها يا اخي. شي شغل شي، بس انت تعرف تسوق؟ نعم، كيف ما اعرف اسوق؟ اسوق وعندي نكال صغير انقل فيه رمل بالاجره. تريك عنك نقل رمل بالاجره، وخلي النكال يصير تنكر. تنكر؟ اي نعم تنكر، وبيع ماي. ولا تقول ان اللي يبيع ماي في التنكر ما يربح. ما يربح الا يربح ونص. صدق ان خاني صب البيتي بعشرة ريال، والجاري سليمان بعشرين ريال، وللثالث بخمسة وعشرين ريال، ويوصل بالشهر الى ثلاثين بيت كان ما اكثر بعد. ما دام انك عارف كذي ليش جالس نايميني؟ انت كم راتبك؟ كم راتبك؟ كم راتبك؟ راتبي 110 ريال. روح اتحرك وسوي اللي قلنا لك عليه بدل ما انت نايم. اشكركم على هذه النصيحة. تفضل، مع السلامة. تعال ايه ايه صاحب المصنع هين؟ الباب اللي وراكم، الباب اللي وراكم. اقول ابو الخير، ها؟ هذا الانسان ما ينقاش يقص علينا. ما اظن يقص علينا،
انت ما تشوف المكتب كيف فخفخه؟ زين وش رايحين؟ الراي ان احنا الحين ننتظره، اكيد الريال بيجي هني بيجي. زين عقب ايش رايك نتقهوى لحد ما يجي؟ نوبة زين. يلا. اقول ثابت، ها؟ ماشي عندك علوم اخبار ما شيء؟ ماشي اخبار يا ابو الخير، تعيش في الدوم من جنبك شيء علوم شيء اخبار؟ شيء اذا بتسمعني شيء. خلا هات نسمعك. اقول ها؟ لا تجلس تشخط قدام الريال. ايش حظك يعني ايش حظك؟ هذا اللي انا خايف منه. الريال بعد ما وصل عاد انت لبقت. من كلامك ابو الخير، من كلامك والله. انا اريد احذرك يا ثابت، نحن لازم نكلم هذا الانسان بالطيب والاحسان حتى يوافق على طلبنا. صح كلامك والله صح ابو الخير. كلامك صحيح، بس انا خلاص ما بعصب. زين ايش رايك تسكت وتخلي الكلام علي انا؟ كيف يعني انا ما اعرف اتكلم مو انا؟ ها استريح انت استريح، احنا جالسين نسولف الله يهديك. بالطيب والاحسان احنا بنكلمه بالاول. انزين واذا ما جاب الطيب؟ اذا ما فاز هي عديك الساعه بنشوف ايش بنسوي. لا انا عندي راي، انا عندي راي. انا من رايي ان هذا الانسان اذا ما وافق على طلبنا وغير رايه عن زواجه من زهره نتقابض انا وانت ونضرب بهالخيازرين الى تسيح روحه. اسمع انت، ايش هذا التفكير هذا؟ ايش هذا التفكير؟ صحيح انهم ما غلطوا لما سموك الملبق. كيف يعني كيف؟ يا ثابت الضرب بالخيازرين ما من التحضر، واحنا ناس متحضرين نتكلم بالمنطق. ما لك سكت، تكلم له. ثابت مو هناك عندك؟ شو يا لك؟ يوه يا الله ايش هالخيشة؟ استخدم معاهم العنف. لو استخدم معاهم العنف بلاقي قدامي سبع. قصدك خالك بالخير؟ لا يغرك شكله خالي، خالي ترى قوي قوي. تعرفي مرة واحدة ربط ثورين في وقت واحد. اوه كأنها عودة بدر، كأنك تبالغ يعني. شوية بيني وبينك أبوايد شوية. بدر أنا خايفة. وأنا بعد. هذا درام الله يخليك هلق ابو الخير هلق.
يلا جسمي. هي اللي خططك يا ابو الخطط؟ هذه خطط هذه؟ وانت هنديك الشحطة بالاول، هنديك الشحطة. لو سمحت الأخت، يا ريت لو توقف سيارتك في المواقف. أيوة بس. وهين إن هذا المواقف تبغى تتكلم عنهن؟ خالتي لحظة. إحنا صارنا أكثر من نص ساعة ندور على المواقف وما حصلنا موقف. الظاهر المواقف هذا أبو مسوينها حل موظفينه بس. يا خالتي أنا. أنا ما خالتك، هذا أول شيء. ثاني شيء إحنا ما حصلنا مواقف. خلاص يا زهرة خلينا ندخل داخل. بس يا أختي وقوف السيارة هنا غلط، علشان في تعطيل لحالات طوارئ. انزين خالتي دخلي انتي وانا بنتظر هني في السياره. ولا هذا ممكن، ارجوك تنقلي سيارتك من هنا. عجيب والله، انت لا ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل. المساله يا خالتي. ها قلت لك انا ما خالتك، حال مو قالش تكبرني كذا. قولي يا بنتي. المهم تقدروا الموقف، الحين لا سمح الله جات حاله طارئه، كيف بنوقف سياره الطوارئ؟ والله احنا عاد ما يخصنا. ما يصير يا خالتي بهذه الطريقه، الله يهديش. ما علي الاخ، أنا بنتظر هني في السيارة، وإذا لا قدر الله وصارت حالة طوارئ أنا بحرك السيارة على طول. رجاء بدون تأخير. إيه روح أنت بعد. تفضل خالي. يا الله يا الله. أدواك. يا الله من مال الله يا الله. لا إله إلا الله. تفضل عم ثابت. يا الله يا الله. مرحبك مرحبك هذا. ايش هذا؟ مرحب. يلا نروح. نروح؟ ايوه. ما تدون على السياكل؟ لا لا. الله وين خلاص هذا. شوي شوي يعني شوي شوي شوي. ديري ديري ديري. لا لا بعيد بعيد. يلا ركبت يابسه، ما تحرك ركبت يابسه. ما تشوف شر ما تشوف شر خلاص. مسوي لها حابول، ركبت مسوي لها حابول. ثابت؟ سلامتك ان شاء الله ما تشوف شر. ايش يا عصينا ايش هذاك؟ يطلع ميدين الشروق اسمين انه واحد جبار. نعم 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 ما ادري. نعم بعدك بعدك تتضارب معاه ومغدلنا. تو علامه هاي الملسونه هذه علامه؟ انا ابوي وحده منضرب معاه الله يهديش. انت بعد والله انكم طحتوا من عيون سنينتكم. الرجال شده وعده يزيد عليكم واحد. انتي تو خلي عنش هذا الكلام وقولي مع مين جاية انتي؟ ايه انا مع مين جاية؟ ايه؟ انا جاية شبيول زهرة بنت اختي. آه. بس هذاك ما سيارة الطوارئ ما خلاها مسكينة توقف سيارتها عند الباب. بدر يا رايح بدر تعال. من؟ انا لو غير عن زهرة كان وقفت السيارة وما يهمني. عشان ليش تعرف؟ عشان الناس كل يوم يزيدوا ويراجعوا المستشفى وما يحصلوا مواقف يوقفوا سيايرهم. هذا على الأقل كان يزيدوا مواقف ولا؟ ثابت قول ما الباب؟ حرق هذه اللاية حرقها، بندها اللاية بندها. ثابت ايش اللي خلاه يروح للرجال ويقول له غير رأيك موضوع الزواج من زهرة؟ يا أبوي أنا سبق وقلت لك إني ما أريد هذاك الإنسان، ما أريده. يا سلام
وتقومي تروحي تخبري ثابت وتخليه يروح له؟ هذا كلام هذا؟ أول شيء أنا ما خبرت العم ثابت، ثاني شيء يا أبوي أنت لازم تحط مصلحتي قدام عيونك. وهذا اللي أنا أسعى له يا بنتي، مصلحتك. إيه يا زهرة، بتعيش في عز يا بنتي وبيكون ملكك مصنع. وإيش بيفيدني المصنع وأنا فاقدة السعادة؟ جينا الكلام اللي ما منه فايدة، كلام الأفلام والمسلسلات، كلام الكتب والروايات، الكلام اللي ما يجيب فلوس. يا بنتي الفلوس هي اللي تجيب السعادة. عموما أنا حديت الرجال وكلمته مرة ثانية وبعدني أعطيك فرصة ثانية عشان تفكري. خالك أبو الخير ما بيسكت، بابا يسكت. خلاص خالي، تراك حاولت وفشلت محاولتك. وخير يا طير، ايش صار يعني؟ انضربنا شوية وتعورنا، ما مشكلة هنحاول مرة ثانية. الظاهر يا خالي ان الضرب عجبك. انا قصدي يا ذكي ان نكرر المحاولة مرة ثانية، ما لازم الواحد يستسلم قدام اول محاولة. كلام نظري وما منه فايدة. هذا عيبكم انتوا يا شباب اليوم، على اقل القليل تتراجعون. وين روح الكفاح والمثابرة اللي ورثتوها من اخوالكم واباكم واجدادكم؟ وينها؟ نسمع عنها ولما شفناها ما شجعتنا ان نحاول. اعرف قصدك، اعرفه، نعم اني اعرف قصدك، لكن بثبت لك العكس، وان ابو الخير ما لازم يسكت ابدا. نعم ما بسكت. بدر في دوخه يودان دان على يودان يودان دان. يا الله يعيني يا الله يعيني يا الله يعيني يودان دان يودان دان. فريد يا ولدي حالك ترى ما عاجبني. يعني انا بس اللي عاجبني حالكم؟ وابوي خير ان شاء الله. ايش في حالنا؟ الحمد لله هذا احنا عايشين. وهذه عيشة هذه يا أمي، مهاترات وتشدق بكلمات خاوية من أي معنى؟ وهذه خاوية وتشدق، احنا أبوي أبو ما فاهمين كلامك انت. ترى هذه المشكلة، المشكلة انكم ما قادرين تفهموا كلامي ولا كلام امثالي. ان كان هناك مشكلة وانت الصادق بتكون فيك وفي امثالك، والمشكلة الاكبر انكم انتوا وحدكم ما قادرين تفهموا غيركم، لانكم والله اعلم لو فاهمين نفوسكم كان زين. مهاتره مهاتره. الحين هذا ولدي ماله من يوم راجعني له غالي، لا يكون صايب النظر. لا ظنك ذا، هذا يبغالي انا اسير ابصر له عند ام خلفان بوترقي. نعم يبغالك ذا. ها عليهن. انا خارج يا امي لاني حاس باختناق. مو ساير تدور على شغل؟ شغل؟ انا ادور على شغل؟ هي انت مو ما باغي تشتغل؟ يا امي فهميني. مالك الشغل اللي مثلي هو يدوره، ما هو يدور على شغل؟ عن اذنك. كيف؟ لا ابوي عقب بتخيص صدقني يا ولدي. هذه اكيد صايبتنا. الحمد لله ارتويت. الحمد لله بقت على فؤادي شويه. ما تبغى تبرد فؤادك على من اللي ضربك؟ وابوي علي ما ابغى، بس لو اشوفه هضربه في العصر تسيح روحه. زين روح له وحدي. ما انت تبغى تكسره تقول؟ وابوي وانت ما تريد؟ اريد بس عاد ما بطريقتك. اسمع انت بالخير الله يهديك، هذا الانسان ما تجيبه لهي الطريقه. لا بهذا. بايش يعني؟ بالمخ؟ بالعقل يا ثابت. المعنى يعني؟ المعنى انك تسمعني زين اول شيء. خلاص اسمعك زين. هات 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 هات.
ايش هذا توك شارب بارد الله يهديك؟ تو مين جاب سيره البارد؟ اقول لك يعني هات الكلام تكلم. اقول لك زين يا اخوي يا ثابت، في هناك ناس الله يسلمك الله منعم عليهم ورازقنهم الا انهم يتبطروا شويه. بمعنى خليني اكمل انت. شيخ 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 هنا زير، لا حول ولا قوه الا بالله من هذا المخلوق. اقول لك شيخ يعني كمل. زين بكمل بكمل. انا اللي بغيت اقول لك يا ثابت ان هذا صاحب المصنع اللي خاطب زهره عنده 3 زوجات ويريد يتزوج واحده في عمر اولاده. هذيل الناس وان كانوا ضخام عقولهم صغيره. ابو الخير مالك الله يهديك، انت لفيت لي راسي، انا ما فهمت شيء. قول لي ايش تبغى انا اسوي احسن يعني؟ قصدك اللي بنسويه احنا الاثنين باختصار يا ثابت، بنلعب عليه من نقطه ضعفه. هو عنده نقطه ضعف؟ عنده وبتشوف. ثابت ايش رايك فيي انا؟ عرف اشوف والله ابو الخير ما تعترف والله، لكن انا وحده ما قاتلني هالشيء طيحتني. ما عليه اصبر كلها نص ساعه ونطلع بخير ان شاء الله. يا الله يا صابت يا غابت، والله ما ادري ايش يصير بعدين ابو الخير، انا خاف هذا الانسان يكشفنا. ما عليك يا كيف احنا مسيين بعمرنا كذي. يلا تساعد يلا تساعد. خلي يسمي بسم الله ونتوكل. يلا يلا ثابت. هذا كأنه ما سمع شورنا. أشوف هالبطران هادوكم نهاري يا غافي. نعم قوم قوم قوم. شايف ثلاجة انت بعدك على هذه السالفة؟ وين القهوة؟ صاحب المصنع ما هو قول؟ اي نعم موجود. انتو من انتو؟ نحن أصحاب الحظ السعيد، جينا من مكان بعيد حتى نبلغ بالرصيد القديم. ما فهمت شيء. احنا عندنا علم يخلينا نعرف ما تم. انت ليش ما سويت تنكر؟ وانتو ايش دراكم بهاي السالفة؟ أف عليك أف عليك، نحن نوافيك ما لك وما عليك يا علم. ايش اللي يخليك ما تسوي تنكر يا بنكر؟ تراني حاولت لكن بدون فايدة. كيف ما حصلت تصريح من البلدية؟ حصلت. كيف ما قدرت تحول النكال إلى تنكر؟ حولته بعد ما خسرت فيه 200 ريال. إذن ماذا حصل يا رجال؟ جاني واحد عنده تنكر قال ليش يا أرباب أنت تتعب نفسك؟ أخو مال أنا في سوق تنكر، أنت يجلس يرتاح وآخر الشهر تأخذ الفائدة. وافقت على هذا الكلام. صحيح إنك ما فيك عقل يا رجال، بدل ما تاخذ 400 تاخذ 100. وكيف عرفت اني باخذ منه 100 ريال؟ معروفه يا زكي، هو بيربه وبيربه وبيعطيك اكل الكليل. لازم تشتغل حتى تكسب. عود الى التنكر قبل لا تتكسر. سير. لا كلامكم صحيح كلامكم صحيح، مع السلامه انا رايح. انت لازم تسلك ابسط الطرق للوصول. ابسط الطرق اني اخطبها وفعلا خطبتها، لكن ابوها قال لك جيب حد من اهلك. يا ربيع هذه اصلا حجه لانه موافق من زواجي على صاحب المصنع. زين يا اخي نفذ له طلبه وروح معك خالك ابو الخير، ترى منه موجود. راي خالي انه يطير صاحب المصنع عن طريقي وبعدين نروح. العيب بالاب انه يريد حق بنته واحد غني، اذا طار صاحب المصنع وبيجي غيره بيوافق عليه. الله يهديك يا ربيع، انت الثاني بعد مخليني متشائم. لا يا صديقي، انا بغيتك تكون واقعي وتنظر الامور من منطقيه. زين خلينا نعرف ايش بيسوي الخال اول وبعدين نتصرف. يا ترى انت ايش مسوي يا ابو الخير؟ اسمع الكلام يا انسان،
اسمع الكلام يا انسان. انت من وين طلعتوني؟ من اي مكان في هذا الزمان؟ وش تريدوا؟ كنا لك جايين من مكان بعيد علشان نبشرك بالحظ السعيد. وش هو الحظ السعيد؟ بتكون اكبر التجار في البراري والابهار. متى كنا لك متى هلكتنا؟ يعني ابتعد عن بن سعد حتى تنول البخت والسعد. زين ليش؟ بدون ليش. واذا تزوجتها؟ بيضيع الكلام. وقمت بش يا غلام، قمت بش يا غلام، وبتخسر في تجارتك كلها. لا وبتطلب الاحسان. لا ما ممكن. ممكن اذا ما سمعت الكلام. انتوا مين تركوني؟ بنتركك تفكر، ولكن لا تتاخر حتى تنول السعد. ابتعد عن بنت سعد. فكر في اللي ما كسب لا ذل خساره، وتغلي خساره عاقبتها مراره. ديك اشاهي يلا با جايقة با. خدها حافظ. الو سعد، انا ما اريد ازوج بنتك بس كذي. معقوله ابو خير؟ هاي معقوله؟ صدقني معقوله. يصدقني لانه خايف. والله انك انت متاكد؟ نعم متاكد يا ثابت متاكد. هذا الناس اول ما يخافون على اموالهم. لكن يا ابو الخير احنا عاد الله يهديك بهي الطريقه. بس ولا دجالين؟ نعم احيانا يا ثابت بعض الامور ما تنحل بهذه الطريقه. ايه من يصدق ان ابو الخير يسوي كذي؟ لكن ايش اقول؟ عشان الحين كيف؟ قول لي كيف؟ الحين يبقى سعد. انت مستعد؟ انا جوعان وحدي جوعان. بعدين هالملابس مضايقتني والله يا عم والله. وانا بعد جوعان. يلا الحين خلينا نبدل ملابسنا قبل لا ننفضح. يلا تعال. يلا يا ترى بيستمر أبو الخير؟ بيستمر أبو الخير يصلح أغلاط الورى؟ بيستمر أبو الخير؟ بيستمر أبو الخير يا ترى بيستمر أبو الخير؟ بيستمر أبو الخير يصلح أغلاط الورى؟ بيستمر أبو الخير؟ صاحبه من بق أمره غريب ما يمدلي بكرة يشوف معكم نطوف في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير بكرة يشوف معكم نطوف هذا هو أبو الخير. يلقاكم بكرة بالخير.